الفصل الثالث. تطلع حسام عبر نافذة ذلك المنزل الآمن في قلب فيينا قبل أن يلتفت إلى صبري. ما زلت أتعجب، لماذا أتينا إلى هنا؟ لماذا أتينا إلى هنا؟ التفت إليه صبري بابتسامة هادئة دون أن يجيب، فتابع قالبا كفيه في حيرة. المفترض هنا كوننا دبلوماسيين، أرسلتهما وزارة الخارجية لمراجعة أعمال سفارتنا هنا. أكمل صبري في هدوء، ولكننا لم نذهب إلى السفارة أو مع حسام برأسه. وفي اللحظة الأخيرة أشار إليه صبري: اجلس يا حسام. جلس حسام على المقعد أمامه، فتطلع إليه لحظة: هل تعلم ما أصعب ما يواجهنا عندما نخوض لعبة ذكاء أمام ضابط مخابرات محترف؟ أجابه على الفور: كشف هويته. وافقه صبري بإيماءة من رأسه: صحيح، القسم الفني يمكنه دراسة أسلوبه وتحليل طرق تفكيره وكشف نسق تخطيطه عندما يقود عملية ما. أشار حسام بيده: لهذا تحاول تجديد أسلوب عملياتك لكل مرة. ابتسم: ومهما فعلت سيظل هناك نمط ما يحكم اللاوعي لدي، ويمكن لخبير أي جهاز معاد التوصل إليه إلى حد كبير. هز حسام كتفا: كلهم محترفون. مال صبري نحوه: ما الوسيلة الوحيدة لكي تكتمل معلوماتك عن ضابط عمليات الخصم وتصل إلى التحليل النفسي الكامل له؟ صمت حسام لحظات، ثم انعقد حاجبه وهو يقول في بطء: أن أكشف هويته. اعتدل صبري في حسم. بالضبط، ازداد انعقاد حاجبي حسام، وبدأ أنه قد بدأ في استيعاب الفكرة. فتابع صبري مشيرا بسبابته: في الطائرة في طريقنا إلى هنا قفزت الفكرة إلى ذهني. العملية بدت مثالية إلى حد مدهش، بحيث تتوافق مع نمط العمليات التي تم إسنادها إلي، وكأن أحدهم قد أعدها بدقة على نحو يدفعهم إلى إرسالي إلى هنا، وهذا حتما لسبب واحد لا غير. أجاب حسام في حماس: كشف هويتك. أشار إلي: بالضبط، ولهذا لم نذهب إلى السفارة التي يراقبونها الآن حتما ويقومون بتصوير كل من يصل إليها. غمغم حسام: ولعبة موظفي وزارة الخارجية هذه سيتوقعونها حتما. فرفع صبري حاجبي وخفضهما: لأنهم محترفون. التقط حسام نفسا عميقا: وماذا تنوي أن تفعل؟ أشار صبري بكفه: لقد أرسلت رسالة مشفرة للإدارة في القاهرة أخبرهم فيها بشكوكي. بدا شديد الجدية: وهل درسها القسم الفني أو ما برأسه؟ وأيدوا ما دار في ذهني. استغرق حسام في التفكير لحظات: ما زلت أسأل، ماذا تنوي أن تفعل؟ تراجع في مقعده: سألتقط بداية الخيط، الفاكس المسروق. ولأنه أيضا محترف، استوعب حسام الأمر على الفور، استوعبه تماما. احتقن وجه حايين ديزرائيلي في شدة وهو يستمع عبر الهاتف على نحو أثار توتر الشاب، حتى أنها لم تنتظر انتهاء المحادثة فسألته بكل انفعالاتها: ماذا هناك؟ اعتدل جراهام في قلق وهو يتطلع إليه، حتى أنا حي من المحادثة، ورفع إليهما عينين محمرتين: لقد وصل فاكس عاجل إلى مكتب المدير مباشرة. غمغمت راشيل في تساؤل: فاكس؟ أو ما حيين برأسه، واستغرق لحظات حاول خلالها ابتلاع غصة سدت حلقة قبل أن يجيب في صوت متحشرج مبهوح: فاكس من الباشا. انتفض جسد راشيل كله في عنف واتسعت عيناها عن آخرهما: الباشا؟ هتف جراهام: وعلى فاكس المدير مباشرة؟ زفر حيين في عصبية: فاكس يقول إنه قد كشف وسيلة تجسسنا على فاكس السفارة، وأن هذا لن يمكن تكراره مرة ثانية. سقط جراهام على مقعده مسروقا: كشف؟ تابع حيين وهو يكاد يبكي: وأبلغ سلطات فيينا عن تورط إبسن رجلنا هناك وعن جاسوسنا في جهاز الاتصالات النمساوي، ولقد تم تزويد كل هواتف السفارة بنظم تأمين خاصة تضاعف من حماية اتصالاتها. انسالت الدموع من عيني راشيل بالفعل، على الرغم من ملامحها الجامدة الصارمة، وبدا صوتها محتقنا كوجهها: هل تعلمان ما يعنيه هذا؟ إنه لم يكشف أمر الفاكس فحسب، بل كشف الخدعة كلها أيضا. بدا صوت جراهام مفعما بالمقت والبغض والكراهية: ويبلغ رؤساءنا بفشلنا أيضا.
هز حليم رأسه بمرارة، ولم يأتي أحد إلى السفارة، وكل آلات التصوير حولها لم تحصل على صورة واحدة. مسحت راشيل دموعها في صرامة. لقد فشلنا، لم يعد هناك مفر من الاعتراف بهذا، غمغم حليم. ولم نكشف هوية الباشا. ضرب جراهام المائدة أمامه بقبضته. لم نفشل. التفت إليه الاثنان في دهشة مستنكرة، جعلته يتابع في حزن وصرامة. لقد خسرنا جولة، وهذا لا يعني الفشل، الحرب ستظل مستمرة. ارتفع حاجبا حليم في استنكار. الحرب؟ عاد جراهام يضرب المائدة بقبضته وهو في حدة. نعم هي حرب، حرب بيني وبين ذلك الذي تلقبونه بذلك اللقب المستفز، الباشا. انسحبا منها لو أردتما، أما أنا فسأظل أخوض تلك الحرب حتى أظفر بذلك الخصم العنيد الذي يتصور أنه الأذكى والأبرع. قالت راشيل في حدة. ديفيد، في عملنا لا مجال للمشاعر أو العواطف الشخصية، ولا حتى للكراهية والانتقام، هذا يخالف كل القواعد. شد قامته في اعتداد. ولهذا عرضت عليكم الانسحاب، ورسميا أو غير رسمي، وسأظل أطارد ذلك الرجل وعندما أصل إليه. بتر عبارته لحظة ليلتقط أنفاسه بعد هذا الانفعال الجارح، والتقط نفسا عميقا قبل أن يضيف بكل مقت الدنيا: سأقتله. تبادل حليم ورشيل نظرة صامتة طريقة دون أن يتبادل حرفا واحدا. صبري، نطقت زوجته الاسم في توتر، جعله يلتفت إليها متسائلا: ماذا هناك يا عزيزتي؟ بدت أكثر توترا وهي تتجه إليه عبر حديقة منزلهما. ماذا تفعل مع الصغيرين؟ صمت لحظة قبل أن يبتسم. أداعبهما وألاعبهما كما يفعل أي أب. غمغمت في عصبية: بهذه الوسيلة؟ داعب شعر صغير أدهم وهو يتطلع إليها بوجه هادئ: أية وسيلة؟ ازدادت عصبيتها قليلا: صبري، هل نسيت أنني قد درست أسس التربية في الجامعة؟ ابتسم: أعلم هذا بالطبع. هزت رأسها في شدة: ما تفعله ليس تربية، إنه تدريب. لم يبدو عليه الانفعال. تدريب؟ بدت محتفظة: نعم يا صبري، تدريب. إنك لم تتخلى عن نظرياتك وفكرك، ما زلت تحاول إنتاج رجل المخابرات المثالي. التقط نفسا عميقا: أعترف بهذا. أشارت إلى صغيرها: وتحاول تطبيق هذا على ولديك؟ تطلع إلى الصغيرين لحظة: إنهما سعيدان ويلعبان، ولم يفقدا شيئا من طفولتهما كما تخشين. هتف: ولكنك لن تتوقف. نهض يجلس على المقعد المجاور لها. ما الذي يقلقك؟ بكت في أسى: لو أحرزت نجاحا مع أحدهم ستواصل تطبيق برنامجك معه، وسيعني هذا أن يفقد طفولته تماما وأن يتحول إلى آلة يتم إعدادها للقيام بوظيفة واحدة. احتضنها في حنان: الأمر ليس كما تتصورين، كل ما أسعى إليه هو أن ينمو قويين قادرين على حماية ورعاية نفسيهما ورعايتك أيضا. دفنت رأسها في صدره وبللته بدموعها: أنت ترعاني. تحسس شعرها في حنان: وماذا لو لم أكن هناك؟ احتضنته في قوة: أطال الله في عمرك. ربت عليها: لا أحد يدري ما الذي يخبئ له القدر. وشرد ببصره لحظات، ثم خفض عينيه إلى الصغيرين اللذين انشغلا باللعب، وكرر في خفوه: لا أحد. كانت تعلم أنه على حق، وعلى الرغم من هذا فقد انهمرت الدموع من عينيها أكثر وأكثر وأكثر. تطلع سيرجيو كوربوف لحظات إلى لوحة كلاسيكية معلقة على جدار منزل أحد رجال الحزب الشيوعي قبل أن يلتفت إلى الرجل في صرامة: كم يبلغ ثمن هذه اللوحة أيها الرفيق؟ غمغم الرجل وهو يتطلع إلى المدافع الآلية المصوبة إليه: ليست باهظة الثمن أيها الرفيق النقيب. التفت إليه سيرجيو بملامحه الباردة القاسية وتطلع إليه بعينيه الضيقتين الصارمتين: هل تعني أنني لو أحضرت خبيرا في التحف واللوحات الفنية فسيكون هذا رأيه؟ توتر الرجل في شدة: لماذا تشغلك لوحة على جدار أيها الرفيق الرقيب؟ التفت إليه سيرجيو بجسده كله: لأن دخلك لا يكفي لاقتناء مثلها أيها الرفيق، إنها إحدى لوحات فيودور ستيفانوفيتش روكوتوف، وهي تساوي ثروة تفوق راتبك في 20 عاما. ازدرد الرجل لعابه في صعوبة: إنها ليست أصلية أيها الرفيق الرقيب. غمغم سيرجيو: هذا ما تقول،
بدأ التوتر يتصاعد في أعناق الرجل وبرز في صوته وحركاته. يمكنك الرجوع إلى يوريتشيكو، لقد ابتعناها منه. تطلع سيرجي مرة أخرى إلى اللوحة. سنرى. هذا صحيح، لقد ابتعها مني، نطق تشيكو في العبارة في صوت مرتجف، ويتطلع إلى وجه سيرجي البارد كالثلج وتابع. كثيرون من رجال الحزب المحترمين اشتروا لوحات مقلدة مني. غمغم سيرجي. نزعت الرأسمالية منقوطة. ازدرد تشيكوف لعابه في صعوبة. يزينون بها منازلهم أيها الرفيق الرقيب. قلب سيرجي شفتيه. مخطئون. ثم مال نحو الرجل في صرامة. ولكن لماذا تبدو وكأنها لوحة الأصلية؟ ارتجب كيان تشيكوف كله. لأنني بارع للغاية أيها الرفيق الرقيب. اعتدل سيرجي. وظلت ملامحه جامدة باردة. فتابع الرجل وهو يشير بكفيه. اللوحة الأصلية ما زالت على جدار متحف الفن في موسكو في شارع. قطعه سيرجي بإشارة صارمة من يده. أعلم أين هو. ثم عاد يميل نحوه. ولقد زرته قبل أن آتي إليك. تراجع تشيكوف في خوف. إذا فقد تأكدت. اعتدل سيرجي في صارمة قاسية. وامتلأ رأسي بالشك. غمغم تشيكوف مذعورا. الشك، ولكن يمكن الرجوع إلى خبراء المعرض. وقطعه مرة أخرى بإشارة أكثر صرامة. فعلت هذا أيضا. ارتسم مزيج من الدهشة والذعر على ملامح تشيكوف وهو يتراجع بحركة غريزية. ماذا إذا؟ أخافه أكثر صوت سيرجي شديد القسوة والصرامة. ماذا تزيف أيضا يا يوري؟ ارتجب جسد تشيكوف كله. لا شيء، اللوحات فقط. حاول أن يبصر عيني سيرجي الضيقتين وهو يقول، وماذا عن الوثائق والأختام؟ غمغم في ذعر. وثائق وأختام، أقسم لك. مرة ثالثة استوقفه سيرجي بإشارة صارمة. لا أؤمن بالقسم. وعاد يميل نحوه. أؤمن فقط بجهاز كشف الكذب ونتائجه. وهنا انهار تشيكوف تماما. زوجتك على حق يا صبري، نطقها حسام وهو يجلس مع صبري في حديقة المنزل الصغيرة. فرفع إليه هذا الأخير عينيه. أنت أيضا؟ هومأ برأسه. نعم يا صبري، إنك لا تلاعب طفلي، هل تخضعهما لبرنامجك؟ صمت صبري لحظات ثم نظر إلى باب المنزل ليتأكد من أن زوجته لن تسمعهما قبل أن يميل نحوه قائلا، أحدهما فقط. تلفت حسام حوله بدوره وهو يهمس، أيهما؟ أجابه قبل أن يعتدل، أدهم. بتت الدهشة على حسام، إنه الأصغر. هز صبري رأسه، ليست مسألة عمر بل استعداد. لقد أخضعت كليهما لأسلوب تحديد القدرات الصيني، وأدركت منذ عام أن أحمد في الخامسة، ولكنه يمتلئ بالفضول حول كل ما حوله. قد يمضي ساعة في مراقبة الفراشات والسؤال عن سبب اختلاف ألوان الأجنحة. أما أدهم فهو أكثر شغفا بما أدربه عليه. وألقى نظرة على ولدي قبل أن يعود البصر إلى حسام. صدقني إنه موهوب. غمغم حسام في حيرة. إنه في الخامسة. أشار بسبابته، ولكنه سريع الاستيعاب على نحو مبهر. انخفض صوت حسام وحمل الكثير من الدهشة. طفل في الخامسة. عاد يشير بسبابته، وهذا جزء من موهبته. عقله يفوق عمره بكثير. قال حسام في إصرار، ما زلنا نتحدث عن طفل في الخامسة. أشار صبري إلى أدهم، هذا الطفل ذو السنوات الخمس، يستطيع فهم الإنجليزية والفرنسية وبعض الكلمات الألمانية. غمغم حسام مستنكرا، مستحيل. تطلع إليه صبري بابتسامة فتابع في توتر، إنه في الخامسة فحسب. صمت صبري لحظات ثم عاد يميل نحوه، هل تحمل مسدسك؟ تمتم في تردد؟ دوما. فرد صبري كفه أمامه، أيمكنك أن تعيرني إياه؟ ابتسم حسام، أنت مدهش، ينبغي أن تتولى تدريب الضباط الجدد. بدأ صبري هادئا سعيدا وهو يقول، أضف إلى هذا أن أدهم يتمتع أيضا بموهبة فريدة لم أتوقع وجودها في مثل عمره. حمل صوت حسام كل اهتمامه، أية موهبة؟ التقط صبري ثمرة فاكهة صغيرة من طبق يتوسطها وهتف، أدهم. ثم استدار وألقى الثمرة بكل قوته. وعلى الرغم من أن الصغير كان منشغلا باللعب مع شقيقه، إلا أنه لم يكد يسمع النداء حتى التفت إلى والده ورأى تلك الثمرة تندفع نحوه. فانتقل من الجلوس إلى قفزة مباغتة والتقط تلك الثمرة في خفة، واتسعت عين حسام في دهشة كبيرة هذه المرة. ففي عمره كله لم يرى يوما طفلا في الخامسة يمتلك هذا القدر من سرعة الاستجابة أبدا.